اسم هبة فاضل كامل النعيمي، سكن محافظة النجف الأشراف. دراستي مدرسة أحياء، تخصصي علوم بيولوجي. العمر 27 سنة، والحالة الاجتماعية عسباء. الهوايات والاهتمامات الكتابة، القراءة كلش أحبها، كلش أحب أقرأ. وبنفس الوقت هو أي شيء تصميم أو يعني أي شيء يخص الوعد الطبيعي والهدايا والاكسسوارات، يعني مرات يعني هم نشتغل بإيدنا مو بس يعني نجيب شغلات جاهزة، فهذا كلش يعني يلهمني ويستهويني بشكل يعني أي شيء يخص الاكسسوارات الوعد الطبيعي الهدايا. هي فكرة العمل مو من هسا، يعني هي بداية كانت هواية، يعني أني من أنا صغيرة يعني بالعمر 10 سنوات هم يمكن أقل، يعني كنت بالبيت يعني أخذ شغلات بسيطة وأسوي بها أكسسوارات، أغلف مرات شغلات كلش بسيطة، يعني هي هوايتي اللي يعني يمكن ماكو حد يصور شنو الشغلات اللي كنت أشتغل بيها، بس كلش بسيطة. يعني بنفس الوقت كنت أطمح كلش إنه بيوم من الأيام تصير فد مشروع والناس تعرفني، يعني كلش كنت أطمح. ومرور السنين يعني بديت شوية شوية أطورها لحد ما صارت هي عملي. أنا من تخرجت أساساً أنا كنت فاتحة يعني مشروعي هذا اللي تشوفوني بيه، يعني أنا من مرحلة ثانية كلية يعني الحمد لله والشكر قررت إنه أفتح المشروع، يعني جانب الدراسة يعني من دراستي وكملت وكان عندي طموح بالدراسة إنه أكمل الجامعة وأخذ البكالوريوس، يعني بوقتها أنا كان عندي شغل الحمد لله، يعني كنت مسوية لنفسي شغل وأعمل بيه، يعني ما انتظرت فرصة تعيين، لأن أنتم تعرفون يعني بالعراق التعيين شبه مستحيل، إنه صعب تحصل تعيين. فقلت لك يعني من أنا مرحلة ثانية فاتحة مشروعي، فمن تخرجت ما أقول لك يعني ما دورت على تعيين، لأن الواحد من يتخرج من الجامعة يعني يتمنى أنه يحصل ثمار التعب مال السنين اللي مر بيها، يعني فكرت فقط ما أنه أسعى وأدور، بس للأسف يعني كل محاولاتي بقت بالفشل ما حصلت على تعيين. تجربة الهدايا والزهور وتجربة يعني فتح مشروع خاص لي يعني كان حلم عمري، ما كنت يعني حقيقة مو قلة ثقة بالنفس، بس يعني كنت أواجه كل الصعوبات يعني ماكو حد يتخيلها لحد ما وصلت لهاي المرحلة. فمن حققت أول نجاح يعني كنت كلش فرحانة، صح كمية تعب فظيعة وسهر وكذا، بس الحمد لله والشكر يعني مهما الإنسان يتعب وكذا يعني رب العالمين ما يعني ما يتركه أو كذا، يعني لازم يعني يعاوي ثمار التعب. بديت أتعلم هواي شغلات يعني بالتصميم والكذا، بديت أصمم يعني سيتات نسائي جلايد وتاتش وهاي الشغلات، فيعني بدأت تصير عندي هواي مواد فأحتاج مكان حتى أعرضها وحتى الناس يعني الفئة النسائية تشوفها وتقتنيها. فبذيك الفترة أتذكر يعني قبل 8 أو 7 سنوات يعني كنا نشارك نسوي معارض أنا وهم أكو بنات يعني صديقات وياي بذيك الفترة، يعني نشترك نسوي معارض وزارات ونعرض البضاعة اللي يعني إحنا نسويها بإيدينا أعمالنا اليدوية الهاند ميد. ويعني الحمد لله بديت شوية شوية إنه يعني معرض ورا معرض، يعني الحمد لله بدأت تمشي الأمور وهماتينا صاروا عندي يعني زبائن يوصوني، يعني تعرف من صديقة صديقة ومعارفنا، وسويت هماتينا بيج يعني بوقتها على الإنترنت ونشرت بيه كل الشغلات اللي عندي، فالناس قاموا تشوف هذا الشيء يعني متصمم بالإيد، يعني ما موجود بغير مكان، يعني إحنا أغلبنا نحب القطعة اللي هي تكون يعني وين بيس قطعة واحدة، يعني ماكو غيرنا يلبسها بس إحنا نلبسها.